تصدمت الفنانة المغربية سلمى رشيد عناوين الأخبار بعد أن شاركت صورة لها على حسابها الشخصي الإنستغرام بإطلالة تقليدية باللون الأبيض خلال ظهورها ضيفة على البرنامج الإعلامي المغربي رشيد العلال. وبعد نشر الصورة تفاعل المتابعون مع إطلالة سلمى رشيد بشكل كبير، حيث أبدى العديد منهم استغرابهم من اختيارها لهذا اللون والتصميم الذي اعتبره البعض غير مناسب وغير ملائم لجمال سلمى رشيد.